منح من كل الألوان. بس أحمد كريم سلمان من العراق، أشكر قناة منح من كل الألوان على دعمهم المستمر. معكم مجد عماد داود، أنا قدمت على منحة من قناة منح من كل الألوان. أخوكم إبراهيم منصور حسن من اليمن، قدمت على قناة منح من كل الألوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، هتلاقي عليها فرص ومنح عديدة جدا، بالإضافة كمان لده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقي عليه جميع مقالات المنح اللي احنا بنعرضها على القناة وجميع خدماتنا اللي احنا بنوفرها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة مقدمة من جامعة خليفة في الإمارات، المنحة دي في الإمارات تمام؟ وجامعة خليفة هي واحدة من أكبر الجامعات الموجودة في الإمارات وبتقدم منح ممتازة جدا برواتب تصل إلى 4000 درهم تمام؟ بالإضافة طبعا للرسوم الدراسية، وهنشوف المميزات العديدة اللي بتشملها المنحة دي بعد شوية. هنا في وصف مختصر للمنحة، الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي الإمارات تمام، الجهة المنحة جامعة خليفة، الفئة المستهدفة جميع الدول، يعني لو أنت من دولة عربية أفريقية آسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. مستوى الدراسة في المنحة دي متاح لدرجة الماجستير والدكتوراه، يعني لو أنت في آخر سنة بكالوريوس أو خلصت بكالوريوس تقدر تقدم على الماجستير، لو أنت في آخر سنة ماجستير أو خلصت الماجستير بتقدر تقدم على الدكتوراه. بالنسبة للتمويل المنحة دي ممولة بالكامل. طيب المنحة دي يعني بتشمل ايه او منح جامعة خليفة بتقوم بتقديم العديد من المنح الدراسية تمام والدعم المالي. طيب زي ايه الدول المسموح ليها التقديم؟ زي الامارات ومصر والعراق والصومال وسوريا ولبنان، تقريبا هي كل الدول، لكن احنا حطينا اغلب الدول اللي متابعينا يعني متابعين قناتنا منها عشان يبقى الموضوع واضح بشكل اكتر تمام. طيب موعد التقديم على المنحة دي بيبدأ من 1 يوليو تمام، يعني بدأ التقديم بالفعل وبينتهي حتى 23 أكتوبر. طبعا جامعة خليفة مصنفة من ال 211 ضمن قائمة أفضل الجامعات، تصنيفها 211 حول العالم أو ترتيب العالمي بتاعها تمام، ومصنفة من ضمن أفضل 12 جامعة في الوطن العربي. وطبعا شروط التقديم في المنحة دي شروط بسيطة مش معقدة، يعني يكون معاك بقى الأوراق الشخصية بتاعتك، شهادة لغة، تضيف بقى شهادة تخرج أو شهادة إثبات القيد إذا لسه متخرجتش، جواز السفر، الكلام ده كله تضيف تمام. طيب إيه هي المزايا اللي أنت بتحصل عليها في جامعة خليفة؟ يعني هي المزايا بعيدا عن المزايا المادية، فهي طبعا زي ما احنا قلنا تعتبر من أفضل الجامعات، وجامعة خليفة جامعة دولية بتضم طلبة من عدد كبير جدا من حول العالم، وبيقوم بالتدريس فيها أعضاء من 40 دولة، يعني في أعضاء التدريس من دول كتيرة جدا، من أمريكا من كندا بيدرسوا في الجامعات تمام. هنا طبعا ذكرنا لكم بعض الحقائق الهامة عن جامعة خليفة، وهي بتحتل المركز 28 على مستوى جامعات آسيا، ونسبة طلاب الإناث بالجامعة أكتر من 60%، بيدرس فيها فتيات كتير جدا، ودي حاجة برضو كويسة. هتلاقي هنا طبعا دي تفاصيل إضافية عن الجامعة عشان يعني كمعلومات إضافية للجامعة. وزي ما احنا ذكرنا بالنسبة للتمويل، التمويل هو تمويل كبير جدا بتقدمه الجامعة، راتب 4000 درهم، رسوم الدراسية، التأمين الصحي، بتوفر كمان تذاكر الطيران سنويا عشان في وقت الاجازه ترجع لبلدك، فكل دي من ضمن المميزات اللي بتوفرها المنحه. طب عشان تقدم في المنحه دي بتعمل ايه؟ بتروح انت بس قبل ما نشوف التقديم عايز انوه ان قناتنا بتقدم خدمات اضافيه زي خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، فرص مضمونه الرجوع للمساعده للسفر الى هولندا، منح دراسيه مضمونه الرجوع في الصين، خدمه تجهيز الاوراق، وخدمه التقديم على فرص العمل. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات خدماتنا موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان بتلاقيها موجوده هنا، تملأ استماره الخدمه اللي انت مهتم بيها واحنا بنتواصل معاك نرتب لك كل شيء. طيب عشان تقدم هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك الابلكيشن الخاص بالتقديم. طبعا بتنتظر 15 ثانيه بعدين بيتم توجيهك لصفحه التقديم مباشره تمام. طيب بتلاقي بقى كل التفاصيل باللغه الانجليزيه، وطبعا يعني الجامعه عشان جامعه عربيه بتلاقي التفاصيل ممكن باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه عادي تمام. طيب فتحت معانا الموقع بتاع الجامعه خليفه يونيفرسيتي جامعه خليفه
تمام، زي كل التفاصيل موجودة هنا. عشان تقدم في المنحة دي لازم هتروح تضغط على كلمة admissions في الأول، تمام. لما هتضغط عليها هتفتح معاك الصفحة دي. طيب بيقول لك ان انت اول حاجة ان انت لازم تروح تختار submit your application. هنا بيشرح لك التفاصيل، الاوراق المطلوبة وغيره، طبعا في اوراق الزامية وغير الزامية. وهنا بقى في الجزء ده اللي هو عشان تقدم submit your application، فتضغط على كلمة apply now عشان تقدم، تمام. طب عشان تقدم انت اول حاجة لو انت ما عندكش اكاونت على موقع الجامعة بتروح تعمل اكاونت الاول، تحط بقى الايميل بتاعك، الباسورد، وتعمل كونفيرم الباسورد، وتقول انت سمعت على الجامعه دي ازاي، وتكتب مثلا ازر، وتعمل مثلا منشن لقناتنا سكولارشيبس ايفري، تمام، او لمؤسستنا سكولارشيبس ايفري. وبعدين بتضغط على كلمه ريجستر. لما تضغط على ريجستر بيوصلك على الايميل بتاعك زي كود تفعيل بتحطه، وبعد كده الاكونت بتاعك بيدفع، تمام. طيب انا بالفعل عملت اكونت، فالمفروض هدخل عليه. ده الاكونت بتاعي، دخلت على الاكونت، حطيت ان انا عايز ادرس ماجستير في ابلايد كيمستري، تمام. هدرس ماجستير وهدرس فول تايم يعني بدوام كامل. طيب هنا بقى دي الاشياء اللي انت مطلوبه منك في الابلكيشن تملاها. اول حاجه البيرسونال ديتيلز، المعلومات الشخصيه بتاعتك. اول حاجه تحط اسمك، اسم العائله، اللغه اللي انت بتتكلمها ولغتك الام، تمام، الجندر بتاعك، تاريخ ميلادك، الحاله الاجتماعيه بتاعتك، قدمت الجامعه دي قبل كده ولا لا، وسائل التواصل معاك، طب انت مقيم فين حاليا، المدينه، الدوله اللي انت مقيم فيها، رقم الهاتف بتاعك، الجنسيه بتاعتك، والريزنس ديتيلز، تمام، رقم جواز السفر بتاعك بتحطه، بينتهي امتى، الكلام ده كله. ولو انت من ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا بتوضح. خلصنا الجزء ده، بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو اكاديميك كواليفيكيشنز، اللي هي بقى الخلفيه التعليميه. الخلفيه التعليميه بتحط الدبلومه تايب، هي يعني مثلا انت خريج جامعه عاديه ولا مثلا انديان بورد، ولا بيكون في يعني مش شرط انك تكون متخرج بكالوريوس، في بعض الدول ما بيطلقش عليها الباشلر ديجري، تمام، بيطلق عليها مثلا في بتبقى باشلر مدموج مع ماجستير زي دول المغرب العربي. في ناس بتتخرج من دبلومه، في ناس بتتخرج من حاجه اسمها اي اي تي. فانت بتختار انت كبيزك يعني الحاجات الاساسيه. فانا هختار مثلا جنرال اديوكيشن اللي هي ان انا خريج تعليم عادي يعني ما مش حاجه متخصصه، تمام. احط الافريج جريد بتاعتي، لو انا لسه ما اتخرجتش اجيب درجه السنه اللي قبلها، سكول نيم اللي هي الجامعه بتاعتك او اسم المدرسه بتاعتك، قدرتك في اللغه الانجليزيه، مستواك ايه، معاك ايلتس تويفل، توضح كل الكلام ده، تمام. في حاجه اسمها الجي ار اي، هل عندك الشهاده دي ولا لا، ولا لسه هتحجز تاخد الامتحان بتاعها. طيب بعد كده السكولارشيبس، بتوضح انك عايز منحه، فبتعمل هنا الماستر ريسيرش تيتشنج سكولارشيب، تمام. ولو انت عندك ورك اكسبيرينس، عندك خبره عمليه سابقه، اشتغلت في حاجه قبل كده، موظف، الكلام ده كله، موظف في الوقت الحالي، بتوضح كل ده. الهاوسنج والترانسبورتيشن، بيقول لك يعني هل انت محتاج تقيم في الجامعه ولا لا، محتاج النقل داخل الجامعه ولا لا، بتوضح ده. هنا مطلوب منك خطابات توصيه، تمام، بحد ادنى 3 خطابات. يعني ايه خطابات توصيه اونلاين؟ الخطابات دي يعني انت بتتكلم مع مثلا استاذ في الجامعه بتاعتك، مثلا انت بتدرس بكالوريوس حاليا او خلصت بكالوريوس، تتكلم مثلا مع احد اساتذتك في الجامعه ان هو يعمل لك توصيه اونلاين، بتحط بياناته هنا، بتعمل اد، بتحط بيانات الاستاذ بتاعك، تمام، الايميل يعني هنا عشان انا طلعت من الاكونت فلازم اسجل من تاني، تمام. انا بس عشان عدى مده هنا فلازم ادخل من اول وجديد. على ما هنرجع للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وبعدين نضغط على كلمه اد، تمام، هيظهر لي بقى اللي انا اضيف الايه الموصل، لازم احط اسمه، المكان اللي هو بيشتغل فيه، هل هو استاذ جامعي ولا مساعد استاذ ولا درجته ايه بالظبط، ورقم الهاتف بتاعه، وهم بيتواصلوا معاه يعني بيبعتوا له رساله على الايميل عشان هو يرد على التوصيه دي، انت تبلغه ان هو يرد على التوصيه دي، تمام. مثلا ممكن ما يكونش استاذ جامعي، ممكن يكون صاحب عمل عندك، ممكن يكون صاحب مؤسسه تطوعيه انت اشتغلت فيها، يعني المهم حد يكون يتعامل معاك سواء عمل او دراسه يشكر فيك او يمدح فيك، تمام. اتاتشمنتس، هنا المرفقات، اوراقك بقى اللي بتضيفها، بتضيف السي في بتاعك، بتضيف صوره شخصيه، صوره جواز السفر، بتحط ستيتمنت اوف بيربز اللي هي زي خطاب النيه كده، تمام، بتضيف شهاده اللغه، الجي ار اي لو عندك بتضيفها. طبعا بقى دي كلها الاوراق اللي جايه دي اوراق مش الزاميه خالص، تمام،
اللي هي مثلا انت اتخرجت بالفعل بتضيف شهاده التخرج، ما اتخرجتش خلاص بتسيبها فاضيه حين التخرج. تمام، عندك سبونسر شيب ليتر لو في حد هو اللي هيمول الدراسه بتاعتك وانت مش عايز منحه بتضيفها، كل ده بتضيفه هنا برضه. تمام، بعد كده بتعمل بروسيس تو سبميشن ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه. المنحه بسيطه مش معقده، اهم حاجه تجهز الاوراق، تعمل الاوراق كمان الستيتمنت اوف بيربس بشكل احترافي وتكتب كل حاجه وكل التفاصيل فيها. تمام كده، فكده بقى شرحنا كل تفاصيل المنحه. منحه ممتازه جدا مموله بالكامل، متاحه طبعا للعديد من المراحل الدراسيه زي الماجستير والدكتوراه، وكمان ما تنسوش خدمات الاضافيه لو حابين تقدموا خلالنا بشكل احترافي. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق لكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.